السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع ومرحبا بكم مرة أخرى مع درس جديد من قواعد اللغة الإنجليزية من كتاب Understanding and Using English Grammar. الكتاب نبدأ بتيزار تهدي مسلم طالب. النهاردة الدرس هو التاسع والأخير في الفصل التاسع عشر بعنوان Summary of Connectives Cause and Effect Contrast Condition. حلاوة الدرس إن هو أولا مش هيبقى طويل، هيبقى درس صغير، هنراجع فيه على كل درسناه في ثلاث فصول تقريبا. درسنا روابط تبع adverb clause، درسنا روابط او كلمات انتقاليه تبع transitions، درسنا كلمات روابط العاديه conjunctions، ودرسنا روابط اللي بيكون فيها حروف جر زي prepositions. درسنا باكتر من علاقه ربط ما بين الجمل او فكره، سواء افكار cause and effect سبب ونتيجه، او contrast تناقض او مقارنه، او condition اشتراط. كل التولز ديت وكل الادوات وكل الكلمات الخاصه بكل حالات ديت هنراجع عليهم سريعا، والpunctuation للجمل والاستخدامات لو في tricks تبع حاجه منهم هنفتكرها بإذن سبحانه وتعالى مع بعض. هذا بالله التوفيق، ونبدأ سادة درس جديد، وما تنساش تعمل كالعادة لايك شير سبسكرايب على زر الجرس إشعار في كل حلقات الكتاب من أول آخره، وصف الفيديو رابط تحميل الكتاب وسلاسل أخرى حبيت أطلع عليها. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. 99 Summary of Connectives، تلخيص لكل الروابط. cause and effect سبب ونتيجة، contrast تناقض او مقارنة، condition اشتراط. اول حاجة زي ما انت شايف كده عندك الثلاث حاجات، فاحنا هنستخدم مثلا هندرس كل اللي مرتبط بيه cause and effect سبب ونتيجة في كل الاستخدامات كنوع adverb clause كجمل اشتراطية. درسنا معاه because since now that so that. طيب في الجمل الاشتراطيه اتفقنا دايما بيكون فيه جملتين، وكل حاجه من دمت كان ليها استخدام، يعني because و since لازم يجي معاها جملتين كاملتين بيفصل ما بين الجملتين، كما اول منهم يجوا في النص والجملتين مع بعض عادي سبب ونتيجه. now that نفس التركيبه تقريبا، so that بتشترط ان الجمله اللي بعدها يكون فيها كان او could. طيب بالنسبه للترانزيشنز الكلمات الانتقاليه therefore consequently ولذلك برضو بيربطوا سبب ونتيجة مع بعض، و transition اتفقنا ان هما لهم تلات اماكن في الجملة، اما في بداية الجملة اما في بداية الجملة التانية وبنفصل ما بينه وما بين الجملة بكما، او في بداية الجملة التانية بعد الفاعل وقبل الفعل كما قبلها وبعدها، او تيجي في نهاية الجملة التانية ويكون قبلها كما. بالنسبة للconjunctions الروابط العادية زي so و for بيجوا في نص الجملة وبنحط قبلهم comma. because of و due to برضو بيجي بعدهم سبب ونتيجة، السبب الأول بعد كده نتيجة، ولكن بيشترطوا إن يجي بعدهم اسم، ما بيجيش بعدهم زي because الأولانية و since جملة كاملة، بيجي بعدهم اسم. وافتكر لو جت في جملة ال adverb clause جملة تبع زمن ال present symbol المضارع البسيط، فده معناه إنه بيعبر عن حاجة هتحصل في المستقبل، هتحصل في المستقبل مش بتحصل دلوقتي. ده بالنسبة لكل الأدوات المستخدمة في السبب والنتيجة مع الـ adverb clause الجملة الظرفية، مع transitions، مع الـ conjunctions الروابط، الـ transitions الكلمات الانتقالية، مع prepositions اللي هي روابط اللي فيها حروف جر. طيب بالنسبة للـ contrast سواء direct أو unexpected results، سواء مباشر اللي هو العادي أو الـ unexpected results اللي هي النتائج الغير متوقعة، درسنا في الـ adverb clauses even though although وذو، وده كان من ثلاث دروس سابقين مش بعيد، ودرسنا معاهم whereas بعدهم whereas while اللي هو المقارنه المباشره. لو رجعت في العناوين قبل الدرس ده بدرسين او ثلاثه هتلاقي العناوين ديت قدامك. تمام. طبعا بيربطوا ما بين جملتين كاملتين، جملتين كاملتين even though although وذو بيربطوا ما بين جمل ممكن تكون فيها تناقض اكبر شويه من فكرة whereas while اللي هما ممكن يساووا في المعنى but لكن. طيب في استخدامك لجمل متناقضة وعايز تستخدم كلمات انتقالية transitions زي however أو nevertheless أو nonetheless أو on the other hand، عرفنا إن transitions ممكن يبقوا دايما في بداية الجملة التانية أو ما بين الفاعل والفعل في الجملة التانية أو في نهاية الجملة التانية، وبيبقى مفصول ما بينهم وما بين الجملة بكما. تمام. وكلهم بمعنى ومع ذلك، on the other hand معناها ومن ناحية أخرى وعلى صعيد آخر. تمام. but و yet و but ممكن يجي بعدها anyway أو still
but still but anyway. وفرق ما بين but لما يبقى معاها الجملة فيها anyway، anyway هتيجي في نهاية الجملة بتاعتها، أما still هتيجي but والفاعل still الفعل، yet still نفس النظام هيبقى نفس الاستخدام، ولكن لا يزال إن أنا هعمل هذا الأمر، عشان كده بيكون فيه تناقض. despite in spite of دايما بيبقى محتاجين بعدهم اسم، ولو ما عرفتش تجيب الاسم في جملة بيطلب منك انك تحولها من جملة although او even though او though، يا ريت تستخدم كلمة the fact that بعدهم. وبعدين come up تعمل الجملة التانية. فالتناقض او التباين او المقارنة او التضاد تقدر تستخدمه مع كل الادوات. بالنسبة لي الجزء الاخير اللي هو الكونديشن الاشتراط، الاشتراط بيشترط في جملة بتبقى شرط وبيبقى ليها جواب للشرط، لو الشرط ده حصل بيحصل ده، ما عدا otherwise بيبقى اختلاف، لو الكلام اللي قبل ده عكسه هو اللي حصل النتيجة هي اللي بتبقى بعده. طيب وبرضو or else نفس النظام، if unless only if even if whether or not in case in the event that، طبعا من اول only if و even if whether or not in case in the event that ممكن الناس مش فاكرهم لان ده كان من فصلين فاتوا تقريبا فصل 17 اعتقد كده، تقدر ترجع لهم بقى وتعرف الحالات اللي بتستخدم فيها if مع الكلام ده او كان نوع الاشتراط هو ايه، لان كان فيهم حبه من اللي كنا قايلين ايامها لو انتوا فاكرين البلطجه، اسلوب البلطجه. طيب عشان ما اللي عايز يرجع ويسمع الحلقه يقدر يسمع، لان ده تلخيص انا بس بفكرك. طبعا الكلمات دي كلها adverb clause، الجمله اللي بيبقوا فيهم اللي بتبقى موجوده فيها الادوات دي ما ينفعش يكون موجود فيها will، will او would بتبقى موجوده في الجمله الثانيه. الادوات دي ممكن يجي معاها ده مضارع ماضي او ماضي تام حالات if العادية. تمام، عارفين ان if عكسها او نفيها unless، يعني unless بتساوي if not. الجمل دي كلها بتشترط حاجة تحصل فبالتالي بيحصل حاجة تانية، وفي منها اللي بيشترط ان لو الحاجة ديت هي اللي لازم تحصل انا هعمل كده، غير كده مش هيحصل. وفي الموضوع ده تقدر ترجع وتسمع شرح only if و even if في الموضوع ده، او تسمع شرح in case بالتحديد. وطبعا اللي هو سواء ده او ده كان مع whether or not، والله حصل او ما حصلش هيحصل برضو، هي دي النتيجة اللي هتحصل. طيب otherwise هي تبع ال conjunctions، تبع transitions، ممكن لها ثلاث أماكن زي ما قلنا، و otherwise بتعكس حقيقة الجملة اللي قبلها. لو أنتوا فاكرين مثال take your umbrella، خد معاك المظلة، otherwise وإلا you will get wet، أنت سوف تبتل. ف otherwise أكنه بيقول له لو ما أخدتش معاك المظلة، أنت قلت له take your umbrella خدها، فأكن otherwise لا، لما جت أكنه بيقول إيه، لو أنا ما أخدتش المظلة أو الشمسية تحميني أنا هبتل من المطر. ف otherwise بتعكس حقيقة الجملة اللي قبلها، وتبع الاشتراط برضه، لأن بيشترط عليك خد دي وإلا هيحصل لك، لأنك لو ما عملتش ده اللي هيحصل. or else نفس استخدام otherwise بالظبط، مع اختلاف إن otherwise ممكن تيجي في بداية الجملة التانية وبعدها كما، أو تيجي ما بين الفاعل والفيرب وكما وكما قبلها وبعدها، أو تيجي في نهاية الجملة التانية وقبلها كما، لأنها transition، في حين إن or else هي conjunction، هي رابط عادي، فمالوش مكان واحد على مكان واحد ما بين الجملتين وبتحط قبله كما، سواء استخدم all او تستخدم all else كله واحد مفيش اي مشكلة. ده ملخص لكل اللي درسناه في الفصول السابقة، والحمد لله انتهينا منه على خير، وكانت رحلة شيقة جدا مع الادفرب clauses ومع الترانزيشنز ومع الconjunctions ومع الpositions كمان. اتمنى تكونوا استفدتوا منها وطلعتوا بمعلومة او اتنين صح. نسألكم الدعاء، هذا بالله التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلقاكم في رحلة جديدة مع الفصل 20 بإذن الله سبحانه وتعالى. يوم عن يوم بنقرب للنهاية الحمد لله. السلام عليكم.